تطوير غير مسبوق شهده محور قناة السويس، الأمر الذي عكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشرق والغرب. وقد أدى الاهتمام والتطوير النوعي الذي حدث للقناة إلى طفرات في الإيرادات وتعميق لدورها في تنشيط التجارة العالمية. نتائج قياسية غير مسبوقة تسجلها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العقد الأخير، ما يعد تتويجاً لرؤية الرئيس السيسي ونجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الدولة في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس. الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، فطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إيرادات قناة السويس بلغت 50 مليار و900 مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة 186,900 سفينة خلال تلك السنوات. القناة سجلت أعلى إيرادات خلال عامي 2021-2022 بقيمة 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسي بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% مقارنة بالعام المالي السابق. أما عدد السفن العابرة لقناة السويس فقد بلغ 186,900 سفينة خلال السنوات العشر الماضية، بواقع 16,600 سفينة عام 2013 و 17,500 سفينة عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%. الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس سجلت 11 مليار و100 مليون طن خلال السنوات العشر الماضية، بواقع 915 مليون طن عام 2013 و963 مليون طن عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 5.2%، و999 مليون طن عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%. وفي ظل تلك البيانات الرسمية، فإن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً. نجاح ملحوظ حققته القناة جاء نتاجاً للتخطيط الاستراتيجي والعمل الدؤوب والتطوير المستمر للمجرى الملاحي، بداية من مشروع القناة الجديدة مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه. وهكذا أصبحت السنوات القليلة الماضية سنوات فارقة في تاريخ القناة، شاهدة على العديد من التحديات والإنجازات التي حظيت بدعم ومتابعة الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة بتطوير المجرى الملاحي وضرورة الالتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وخلق قيمة مضافة لمشروعات القناة.